في يوم الشهيد نتذكر شهداءنا الأبرار الذين رحلوا عنا بأجسادهم الباغون معنا بتضحياتهم وأمجادهم الشهيد هو الرمز العزة والمجد والنموذج الخالد للوفاء والعطاء والمثال الرائد والفريد للتضحية والفداء أننا مهما قلنا من كلمات أو قدمنا من مغالات فلن نوفي الشهيد حقه بأي حال وكيف يكون الأمر غير ذلك ونحن أمام نخبة كريمة من أبناء الوطن الذين وهبوا حياتهم في سبيل تحقيق العزة والأمن والأمان لنا جميعا في الإمارات وضربوا لنا المثل في أن الموت في سبيل رفعة الوطن والوفاء لقيمه ومبادئه هو أنبل تضحية وأعظم واجب وشرف إننا نقول اليوم إن شهداء الإمارات هم أحياء في قلوبنا جميعا وهم دليل دائم على عظمة هذه الدولة العزيزة تلك العظمة التي تتجلى في هؤلاء الرجال الأبطال وأرواحهم الطاهرة، الراضية، المرضية، التي تحلق في سموات الإمارات كلها، إننا في يوم الشهيد ونحن نترحم فيه على أرواح شهدائنا الأبرار، وندعو الله أن يتقبلهم في جنة الخلد بإذن الله فإنما يملؤنا الفخر والاعتزاز تضحياتهم التي تجسد أمامنا حب الوطن والذود عن مصالحه وتقديم الحياة ذاتها في سبيله. نحن اليوم يوم الشهيد نتدبر كيف أن شهدائنا الكرام قد أعطوا حياتهم في سبيل أن نحيا جميعا أحرار أعزاء وسبيل أن تحيا الإمارات وهي قوية بالمبادئ السامية التي تشكل مسيرتها نحن في يوم الشهيد نرى عظمه الامارات في تضحيات شهدائنا وفي حرص الامارات كلها على تمجيدهم والاحتفال بذكراهم العطره في يوم الشهيد نتذكر باعتزاز كبير افراد اسر الشهداء الابرار ابائهم أمهاتهم زوجاتهم أبنائهم وأخوانهم وأعضاء المجتمع المحيط بهم نعتز ونفتخر بصبرهم وبصلابتهم وقناعتهم بأن الشهيد حي لا يموت وأنه دائما نبراس مضيء للشعب الامارات ومبعث عز وفخار لاهله ووطنه ومصدر قوه وعزم لابناء الامارات جميعا اننا في يوم الشهيد نحتفي كذلك بالقيم والمبادئ التي تشكل مسيره قواتنا المسلحة الباسلة وهي غيم الولاء والوفاء وأداء الواجب وتحمل المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن فوق كل شيء والتصرف بالشرف ونزاهة ورحمة وشجاعة شهداء الوطن الابرار هم بحمد الله تجسيد حي لكافه هذه القيم وقاموا باعمال بطوليه عظيمه في نشر العدل ومكافحه الظلم ومساعده المحتاج وتوفير الحياه الامنه للجميع تحية لقواتنا المسلحة في يوم الشهيد، نرابط معهم، وندعمهم، ونعتز بما يمثلونه من قيم راسخة، ومبادئ نبيلة، ونشكرهم كثيرا على تضحياتهم الغالية في سبيل الوطن. اننا في يوم الشهيد في اطار ذلك كله نقدم الوعد والعهد لغادة الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للغوات المسلحة وأخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات نقدم لهم الوعد والعهد ببذل كل ما نستطيع خدمة لهذا الوطن المعطاء نؤكد لسموهم جميعا اننا في الإمارات نحمل في أعناقنا دينا كبيرا لشهدائنا الأبرار، وأن هذا الدين يتطلب منا جميعا أن نتذكرهم، وأن نسير على خطاهم، وأن نعمل بكل جد وعزم وإخلاص من أجل تأكيد أهداف الوطن والقيم التي يحرص عليها، والتي في سبيلها قدم شهداء الوطن حياتهم، تعبيرا عن حبهم العميق لهذا الوطن، وما يمثله في العالم من نموذج رائع في التقدم في البناء ونصرة قضايا الحق والسلام. رحم الله شهداء الامارات الابرار. نحتسبهم عند الله فهو وحده الملاذ والملجا. وندعوه سبحانه وتعالى من قلوب خاشعه وصدور مؤمنه ان يتغمدهم برحمته ومغفرته ورضوانه. وأن يسكنهم فسيح جنات مع الصديقين والصالحين عاشت لنا ذكراهم وهم القدوة والمثال ونستمد منهم دروس العزة والفخار وعاننا الله على أن نسير على نهجهم نفي بالعهد وننصر الحق ونعطي بالحساب ونقدم ارواحنا فداء للامارات والله سبحانه هو الموفق والهادي الى سواء السبيل